انتشار أمني مكثف في محيطها وحماية مشددة في الداخل، هكذا بدا المشهد في بعض شوارع بغداد لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. ووزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد تؤكد جهوزيتها. حقيقة مطمئنين إن شاء الله على الوضع الأمني، العمل مستمر، عندنا عمل استخباري جيد، الخطط اللي وضعوها أخواننا القادة في جيش والشرطة الاتحادية وقيادة شرطة بغداد تفصيلية لدقة التفاصيل، وطلبت اليوم كنت أتكلم مع أخواني القادة إنه يصير التطبيق على الأرض مثل ما موضوع على الورق. قوات الأمنية موجودة وتنسيق بين القوى الماسكة وبين دوريات النجدة، ولإعازة دوريات النجدة بأن تكون دوريات متحركة بداخل الأزقة والمحلات. ثلاث محطات مجانية لنقل الزائرين خصصت في بغداد، أولها في العلاوي والأخرى في النهضة وعلى مداخل العاصمة، فيما تشهد مناطق الحرية وساحة عدن والعامل ومدينة الصدر والشعلة نصب المواكب استعدادا لاستقبال الزائرين. دراجات العلاوي النهضة بالقطوعات اللي مسويها عمليات بغداد نوجه الحافلات لهناك للكثافة اللي تصير نوجهها تسحب. مع يوجد لدينا تقريبا 40 كوستر داخل مدينة الكاظمية حاليا تنقل الزوار الإمام الموسى الكاظم مجانا إلى داخل الصحن الشريف. الحمد لله والشكر، هاي كل سنة نقدم خدمات للزوار في سبيل أنه نوفر لهم أكثر شيء يحتاجوهم. مديرية المرور العامة تهيب بالمواطنين من أصحاب المركبات إلى الالتزام بسلك الطرق المفتوحة والمؤدية إلى الكاظمية، وعدم استخدام طرق نيسمية وفرعية تلافيا للزحامات. للشرقية نيوز، خطاب عاطل، بغداد.